زي ما خدنا الجمع بالنظام الثنائي، هناخد برضو الجمع بالنظام الثماني والسادس عشر. لو جمع الرقمين أقل من 8 ينزل في الجمع عادي، أما لو جمعه أكبر من 8 هنكتب الزيادة عن 8، هنكتب الزيادة عن 8. زي مثلا المثال اللي احنا بنشوفه هنا، 5 و7 12. 12 دي زيادة عن 8 بكام؟ ب4. حطينا ال4 وبعدين جمعنا تاني وحطينا واحد جديد هنا. ليه؟ ان الزيادة دي عملت واحد بس من الخانة الاعلى، اكن بقى التلاتة دي بقت 4، 4 و2 بقت 7، 6، 1، 1، 2. طبعا دي غلط، مش واحد دي 2. ده بالنسبة للجمع بالطريقة الثمانية. الجمع ب16 نفس الحكاية. السي دي عبارة عن ايه؟ السي دي عبارة عن 12. 12 و7، 12 و7 19، دول اكتر من 16 بكام؟ اكتر من 16 ب3، هننزل التلاتة. نفس الحكاية بي و3 كام؟ بي 11. و3 عبارة عن كام؟ بي 11 و3 14. وفي واحد جاي من هناك، يعني اكنها على 12 و3 15، يعني اف ما زادتش عن 16. وبعدين ايه و5، ايه عبارة عن 10 و5 عبارة عن 10، فتبقى 15 اللي هي بنرمز لها بالرمز اف. طبعا A B C D E F اللي هما 10 11 12 13 14 15. ده بالنسبة للجمع في الحالة دي.